السلام عليكم. عامان منذ اختطاف السياسي محمد قحطان، ففي الرابع من إبريل تحديداً أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطافه وتغييبه في سجونها. تكثر التكهنات حول مصيره، ولا تزال الحيرة تلف جميع أقاربه ومحبيه حول مصيره، إلا أنه من الثابت أنه لن يكون بخير في وطن هو الآخر، فقد ممكنات العيش وقفزت الميليشيا على أحلام الناس في وطن المساواة. قحطان الرجل الذي يصفونه بالأستاذ السياسي يضيع في موجة الاتهامات بين الخصوم والتواطؤ من أجل إخفاء ملفه، وبين تناقضات العمل مع منظومة المواثيق الدولية التي أدرجت اسمه في قرارات الأمم في قرارها الأممي للإفراج عنه كأحد شروط تحقيق السلام. في الذكرى الثانية لاختطافه أطلق ناشطون حملة نداءات إنسانية مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل كافة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية ومعززة مطالبها بالإفراج عنه. مشاهدينا الكرام، السجين السياسي محمد قحطان رقما صعبا في قضية ملف المختطفين بشكل عام، والذي يعد أبرز الملفات الإنسانية وسيكون محور حلقتنا لهذه الليلة. فدعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لماذا محمد قحطان؟ يمضي سؤال الاعتقال دون إجابة أو تفسير سوى لأنه محمد قحطان. هكذا ربما تشفع الحيرة غياب الإجابة، ودون ذلك تبرز إرادة الانقلاب كامنة في استبدال صوت السياسة بالحرب، فكان اعتقال الرجل. كانت هذه المهمة من أول ما قام به الانقلابيون بعد إعلان الحرب في 22 مارس 2015. كان قحطان والعمل السياسي يسيران جنبا إلى جنب في بلد عاش متغيرات كبيرة منذ ثورة الشباب وما تلاها من أحداث. خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني كان يمثل الرجل شوكة الميزان للعملية السياسية، فقد كان يحظى بقبول واسع من جميع القوى السياسية بمن فيهم خصومه الموضوعيون. اعتقل قبل عامين، وكان اعتقاله على وجه التحديد مؤشر رغبة في الانتقام من قبل المخلوع صالح شخصياً لتصفية حسابات من 2011 يعرفها جميع اليمنيون. أقارب قحطان لم يألوا جهدا في محاولة استنهاض ضمير الانقلابيين للمطالبة بالإفراج عن الرجل الستيني، أو حتى السماح لهم بزيارته كما تكفل كل القوانين. فشل هؤلاء الأطفال في مهمتهم، وقالت أعينهم مقهورة: لقد أسمعت لو ناديت حيا. مواقف المنظمات الدولية التي كان قحطان يستقبل مندوبيها في منزله كانت مخيبة لآمال أهله ومحبيه، فلا بيانات حقوقية تطالب بالإفراج عنه، ولا ضغوط دولية حتى لمعرفة مكانه وظروف إخفائه، إذ يفرض طرف الانقلاب تكتما صارما على ملفه ويتبادلون الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الجريمة. محمد قحطان أحد الخمسة المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن، والذي طالب الانقلابيين بالإفراج الفوري عنهم دون اتخاذ خطوة تالية تعزز تنفيذ القرار. براغماتية قحطان واعتزازه بالهوية اليمنية جعلته من أكثر السياسيين وصولاً وأكثرهم خطورة على خصومه من أنصار المشروع السلالي والعائلي، وحيث لا يراد لمثل هؤلاء القامات أن يكون لها دور محوري، يتعمد الانقلابيون إخفاء من يمكن أن يحدث فارقاً في معركة اليوم، والبداية بقحطان. لمناقشة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا عبر سكايب المحلل السياسي جمال المليكي من الدوحة، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جمال. مشاهدينا الكرام، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية يعني كونك عرفت الأستاذ قحطان جيدا في الفترة الأخيرة، ما الذي يمكن أن تقوله بعد مرور عامين من اختطافه؟ أنا باعتقادي بأن الأستاذ محمد قحطان كان السياسي الأكثر قدرة على إرباك علي عبد الله صالح، بحكم أنه لديه من القدرات السياسية ومن القدرة على الصياغة. على الساحة السياسية تعودنا من محمد قحطان ذلك طوال فترات ما قبل الثورة، وكان أثناء فترة الثورة حسب ما راقبنا وراقب الجميع كان أكثر السياسيين صدقا في موضوع الثورة. ولذلك كان الحوثي يعني والمخلوع صالح يدركون ذلك جيدا، وبالتالي كان من اول اهدافهم. كان باعتقادي ايضا اعتقال محمد قحطان كان اختبارا اخلاقيا لهؤلاء الذين لم يبقوا اي قيمه اخلاقيه الا وانتهكوها. افرجوا عن الامريكيين، افرجوا عن من يسميهم العدوان كما في الذين كانوا اسرى في الحدود، إلا محمد قحطان الذي جلس معهم على كرسي الحوار، والذي كان الأكثر يعني استعدادا للتعامل السياسي معهم، إلا أنهم لم يراعوا ذلك، وبالتالي
كان محمد قحطان سواء عندما كان خارج المعتقل أو خارج المعتقل رقما صعبا، وكانت رسائله وما زالت رسائله باعتقادي مؤثرة على الساحة السياسية حتى هذه اللحظة. نعم، يعني لما برأيك يتم تغييب وضع الأستاذ محمد على وجه التحديد؟ يعني هل هناك رمزية معينة للرجل؟ هل هناك عقوبة معينة تنزل على الرجل؟ أنا باعتقادي أنه اجتمع ضده المخلوع صالح، لديه تصفية حسابات، لديه بلا نعم شخص محمد قحطان، كذلك جماعة الحوثي هي تدرك تماما حنكة هذا الرجل وتدرك أثره فيما لو كان خارج القضبان. وأنا أستغرب على المستوى الشخصي كيف أن الأمم المتحدة برمتها وبمبعوثها الأممي لم تستطع أن تنتزع من الحوثيين معلومة فقط عن كيف هي صحة محمد قحطان وكيف هي حالته، كيف يفشل يعني مفاوض باسم الأمم المتحدة أن ينتزع من الحوثيين ذلك، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحوثيين لا يتعاملون لا مع الأمم المتحدة ولا مع غيرها بأي شكل من أشكال التعامل القيمي أو التعامل الأخلاقي، لأنه أقل قيمة أخلاقية هو أن تفصح عن مصير من أسرته ومن اختطفته. نعم. وللأسف الشديد هذا لم يحصل، وكما قلت بأنه هذا يؤكد ويفضح أن هؤلاء لا يراعون أدنى القيم الأخلاقية ولا أبسط القيم الأخلاقية المتفق عليها عالمياً والمتفق عليها في كل الأديان وفي كل الشرائع السماوية والأرضية. نعم، تحدثت أستاذ جمال عن مواقف الأستاذ محمد قحطان خاصة في 2011 وكيف يعني بدا ثوريا حقيقيا، وربما يعني يقال بأن هذا ما جعل صالح يحقد عليه بشكل شخصي، يعني ظروف اختطاف محمد قحطان وتغييبه بهذا الشكل وعدم يعني إبداء أي معلومة عنه. هناك من يربط بما حدث في 2011 من تصريحات للأستاذ محمد قحطان ربما جعلت علي صالح أكثر حقدا على هذا الشخص، كيف تعلق على هذه النقطة؟ كان محمد قحطان بالفعل هو رفع السقف الثوري، يعني لو راقبنا خطاب السياسيين في لحظة 2011 نعم. لغته وصياغة الجمل التي يلقيها في تلك اللحظة كانت هي الأكثر تناغما مع سقف الشباب، فكان الأقرب إلى ثورة الشباب من السياسيين وكان الأكثر ثورية من بين السياسيين، وبالتالي كان كل هذا الحقد وكل هذا الغل ضده. ثم أنه يعني ما يوصف به أنه فارس نبيل، يعني كان بإمكانه أن يختفي وكان بإمكانه أن يهرب، وأنا مطلع على تفاصيل كثيرة ربما كيف كانت الفرص أمامه للهروب وكيف كانت الفرص أمامه لكي يختفي، لكنه لم يفعل ذلك، وكان كالفارس النبيل الذي لا يختفي. أذكر أنه يوم صورنا معه مقابلة في فيلم الطريق إلى صنعاء كان لدينا تكنيك نستخدمه مع كل الضيوف، هو أن المصور يسأل الضيف لحساسية تلك اللحظة هل تريد أن تتحدث وتبدو صوتا وصورة أم أن نخفي هويتك ووجهك، فكاد أن يعتذر محمد قحطان غضبا قال كيف يسألني هذا السؤال، أنا لا يمكن أن يفعل ذلك أن أخفي هويتي، أنا لن أتحدث إلا وأنا يعني ظاهر الوجه. هكذا كان يعلمنا محمد قحطان بكل شجاعة وبنفس الوقت ببساطة، فكان فعلا لا. كل موقف مر علينا كان يعني موقفا مؤثرا، كان آخر لقاء به قبل سقوط صنعاء بخمسة أشهر. نعم، قبل أن تذكر لي هذا الموقف أستاذ جمال، يعني دعنا ننضم معنا عبر الهاتف نجل المختطف عبد الرحمن محمد قحطان من اسطنبول. مساء الخير عبد الرحمن. مساء النور، أهلا بك معنا. بداية نود أن يعني نعرف منك ما هي آخر الأخبار التي وصلتكم عن الوالد وعن ظروفه الصحية؟ إلى الآن لم تصلنا أي أخبار جديدة. نعم. منذ أكثر من عامين يعني لم يصلنا إلى الآن أي خبر أو أي معلومات تطمئن، مجرد إشاعات من مختلف الجهات والأطراف. نعم، ما هي هذه الإشاعات؟ يعني ماذا تقول لكم؟ مثلا بعض المساجين الذين خرجوا من سجون الحوثيين يبلغنا بمعلومات عن صحته، وأخرى عن طريق
حق شخصيات نافذة في جماعة الحوثيين. نعم. ماذا تقول لكم؟ هل هو بخير؟ هل يعاني؟ يقول أنه بخير، لكن نطلب منهم تأكيدات وضمانات. لا ما لكن ليس هناك ما يثبت ذلك. نعم، هل تسعون بصفة شخصية مع القادة الحوثيين في يعني القادة الميدانيين في صنعاء يعني لمحاولة معرفة مصيره، لمحاولة معرفة أو اطمئنانكم عليه؟ حاولنا عن طريق عدة جهات، عن طريق منظمات حقوق الإنسان، لكن لا فائدة. نعم، منظمة حقوق الإنسان يعني ربما الدولية، هل تواصلتم مثلا مع مبعوث الأمم المتحدة عن طريق ولو يعني القيادة في حزب الإصلاح، عن طريق معارفكم، عن طريق من يعني أي أشخاص ممكن أن يوصلوكم به للضغط عليه لطمئنانكم؟ اتخذنا جميع الوسائل والإجراءات لكن لا فائدة. نعم، إذن ما هي رسالتك التي تود توجيهها بعد مرور عامين على يعني اختطاف الوالد دون معرفتكم أي تفصيل عن غيابه؟ أولا رسالتي إلى والدتي بصابرة بمواصلة صبرها، أيضا للمجتمع الشرعية والمجتمع الدولي ببذل جهد أكبر للقضية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الرحمن قحطان نجل المختطف، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني كنت أن تحدثنا عن بعض مواقف المختطف محمد قحطان، ولكن قبل ذلك أود التعقيب على حديث نجل محمد قحطان. يعني بذلوا جميع الوسائل، لا تصلهم سوى إشاعات من خرجوا أو من بعض قادة الميليشيا. كيف يمكن يعني أن يستمر الوضع بهذا الشكل الراكد دون تحريك هذا الملف إطلاقا؟ أنا باعتقادي إذا كان العالم اليوم ينادي ويقول ويمارس يعني شكل من أشكال الانتهازية أنه لابد أن نذهب في اتجاه الخيار السياسي، ليكن بداية الخيار السياسي هو أن يفرق عن السياسي الأول في اليمن. يعني لماذا يفرق عن المحاربين ولا يفرق عن السياسي الذي لم يحمل السلاح في وجه ميليشيا الحوثي ولم وكان يعني إلى آخر لحظة وهو يجلس على كرسي المفاوضات ويقدم خيار المفاوضات؟ فلماذا لا هناك ربما مشكلة؟ كيف ستثق الأطراف أنها قادرة على إنجاز حل؟ يعني ببساطة لابد أن يكون هناك خطوات تنبئ على أن هناك شيء من التغيير السياسي من قبل هذا المكون. على الأقل الأمم المتحدة تستطيع أن تضغط، وعلى الأقل يعني أقل ما يمكن هو أن نعرف حالة هذا الرجل وكيف هي صحته وكيف هي حالته. هذا إن لم نتحدث عن الإفراج عنه، فلماذا كل هذا التهميش، هذا الإهمال لهذه الشخصية؟ وأنا باعتقادي أن الجميع تقريبا بلا استثناء مقصر في حق هذا الرجل بما فيه حتى رفقاء نضاله والشرعية. نعم، إذن نعود إلى الموقف الذي كنت تود ذكره في مؤتمر الحوار. نعم، أنا بالأيام الأخيرة هناك مشكلة ربما في الصوت أستاذ جمال. نعم، الصوت يتقطع من فترة لأخرى. ما زلت؟ أيوة، كنت أتحدث قبل أن يتحدث نجل الأستاذ محمد قحطان عن أنه في لقاءاتنا الأخيرة مع الأستاذ محمد قحطان كان يعني لكن كان يبدو أكثر قدرة على تشخيص أستاذ جمال، يعني ربما هناك مشكلة في الصوت، الصوت يتقطع فعلا. يعني تسمعوني الآن؟ أنا أسمعك بوضوح. نعم، تفضل. فكنت أتحدث أن الأستاذ محمد قحطان في تلك الفترة كنا نلتقي الكثير من السياسيين، إلا أنه كان الأكثر قدرة على تشخيص الواقع وعلى استشراف المستقبل بلغة المفكر وبلغة صاحب الرؤية الثاقبة. نعم.
للأسف الشديد كان ضحية لهذه الهمجية ولهمجية جماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح. باعتقادي أن الجميع أمام اختبار، سواء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي أهملت هذا الملف إهمالا تاما، لأنه ربما لا ينسجم مع الحركة الانتهازية التي تمارسها بعض الحكومات، وبالتالي الكل برخ الأخلاقي تجاه ملف محمد قحطان سواء الشرعية. نعم، اذا يعني دعنا نمر عليهم، يعني استاذ جمال نمر عليهم جهه جهه، يعني مثلا المنظمات الحقوقيه والدوليه، ما تفسيرك لهذا التخاذل لاختطاف سياسي معروف، يعني عضو مؤتمر حوار وعضو حزب كبير في اليمن، حزب سياسي له اراءه المعتدله، لا يشكل أي خطر، لم يحمل السلاح، أخذ من بيته، كل هذه النقاط لم تشفع لمحمد قحطان أمام المجتمع الدولي، لماذا؟ لو كان هناك مصداقية وجدية لاستخدم هذا الملف كملف رمزي للبدء. نعم، سأعود إليك أستاذ جمال، يعني أتمنى بعد العودة. نعم، الصوت يتقطع، يعني أتمنى أن يعني يضبط أو تضبط هذه النقطة إلى أن أعود إليه. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان العديني، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح، عبر الهاتف من الدمام. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ عدنان. ما الذي يمكن أن يقوله حزب الإصلاح في ذكرى مرور عامين على اختطاف القيادي محمد قحطان؟ اختطاف الأستاذ محمد قحطان لم يكن اختطاف شخص، بل اختطاف الحالة السياسية، الحالة السياسية اليمنية التي عاشت تجريف هائل وكبير منذ اختطاف الأستاذ محمد قحطان ومن قبله أيضا. هذا التجريف أتى على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلى وسائل الإعلام وعلى التعددية السياسية وأيضا حرية الرأي والتعبير وعلى كل ما يمكن أن يمثل الحالة السياسية بالسلاح. لم يبقى لدينا دولة راعية وضامنة للحوار السياسي، تم تجريف الحياة السياسية برمتها، وبالتالي فإن الحديث عن الأستاذ محمد قحطان هو حديث عن الحالة السياسية التي كان أهم الفاعلين فيها، أهم الفاعلين السياسيين الذين فتحوا سوق السياسة وجعلوا لها رواجا هائلا في اليمن، وكان هذا على حساب سوق السلاح والعنف والتطرف، كان تمدد الحالة السياسية هو بالضرورة تقليص لحالة السلاح والعنف والاستقواء بالقوة العسكرية. الأستاذ محمد قحطان لم يكن شخص عابر أو مار في الطريق أخذه الناس وأخفوا معه الحياة السياسية، كان يحاول إلى آخر لحظة من في والسماء تمطر رصاصا في صنعاء، بقي يحاور ويستخدم اللغة السياسية ويستخدم ممكنات العمل السياسي حتى يجنب البلاد ما استطاع المصير الذي أراده الانقلابيون، وبإصرار أرادوا أن يقلفوا اليمن إلى حالة الفوضى والعنف والحرب والاقتتال كما فعلوا الآن، ولم يكن أمام اليمنيين خيار إلا مواجهة هذا العمل. الأستاذ محمد قحطان هو الحالة السياسية التي نطالب بعودتها الآن، الحالة السياسية التي يجب أن تعود حتى فعلا نستقر كل حديث عن السلام من قبل أي طرف تتراجع او تفقد مصداقيتها بحاله اختطاف الاستاذ محمد قحطان. كل حديث في السلام لا يبدا بمناقشه قضيه الاستاذ محمد قحطان، فهي في الحقيقه حديث في الهواء وليست ولا تلامس الحقائق على الارض. بالنسبه لنا في التجمع اليمني للاصلاح، نعم، كنت اود ان اسالك يعني عن دوركم، يعني هناك من يتهم حزب الاصلاح باهمال ملف محمد قحطان وعدم تصعيده على المستوى المحلي والدولي. نعتبر انه الاستاذ محمد قحطان هو قيادي وطني، رمز من رموز الحالة السياسية الوطنية، ليس حكرا على الاصلاح ولا على تصعيد معين. عاش محمد قحطان وهو يلملم الحياة السياسية اليمنية من شتاتها، استطاع ان ينجز مصالحة تاريخية على مستوى الفرقاء السياسيين الذين عاشوا صراعات في الماضي. بالتالي التجمع اليمني للاصلاح رمى بكل اوراقه من اجل استعاده هذه الحاله السياسيه. استعاده الحياه السياسيه هي في الحقيقه استعاده محمد قحطان. فملف المختطفين بشكل عام والاستاذ محمد قحطان بشكل خاص في مساره الحقوقي يمكن ان يتحدث عليه القانونيون، لكن هناك مسار مضوا فيه وفي على المستوى
الاقليمي والدولي ولهم مساعيهم في هذا. ما نتائج هذه المسارات يعني عامان حتى الان لم تظهر اي نتيجه استاذ عدنان؟ ولو ان الامر يفترض ان تسال عليه الشرعيه، نحن جزء من هذا العمل الكبير الذي تقوده الشرعيه، والاستاذ محمد قحطان كان يحاور من اجل الشرعيه، والاستاذ محمد قحطان هو الشخص والسياسي الوحيد الذي رفض الاستمرار في عمليه الحوار وعلقها وامتنع عن الكلام من اجل رئيس الجمهوريه، وحتى يخرجوا عندما شاء ان رئيس الجمهوريه مريض وفي بيته ولا يستطيعون اسعافه ومنعوا عنه الداخلين والخارجين. كان محمد قحطان يتصرف كزعيم وطني اكثر منه قائد حزبي، وبالتالي فاننا نطالب الشرعيه في الحقيقه ان تفعل هذا من خلال اجهزتها الكبيره. في النهايه التجمع الامني لاصلاح حزب سياسي مجاله الحيوي داخل اليمن ولا يستطيع ان يخرج بعلاقات، لأنه حزب سياسي لا يستطيع أن يخرج بعلاقات خارج البلد، فيما الدولة بأجهزتها الخارجية ووزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان وكل أدواتها التي تستطيع من خلالها أن تنفذ إلى المجال الدولي. هذا الرجل عاش من أجل قضية اليمنيين جميعا، وعلى الدولة اليمنية أن تتحمل مسؤوليتها كمان. نعم، أين وصل بالضبط الملف أستاذ؟ يعني أنت تقول أنكم تسعون وراء هذا الملف، ويعني ما هي ضغوطاتكم على الشرعية؟ ما هي وعودها لكم؟ المجتمع الدولي، ولد الشيخ، الجانب، يعني كل هذه الأطراف كيف ترد عليكم كحزب للسياسي محمد قحطان؟ هو نحن لا نطرح القضية كقضية الإصلاح، يعني في النهاية كما ذكرت لك لا ينبغي أن يؤخذ أو ينظر لقضية الأستاذ محمد قحطان على أنه المسؤول الحزبي الذي تعرض لاختطاف من بيته، يختطفوا معه الحياة السياسية اليمنية. الأستاذ محمد قحطان خرج يوم أن عادوه من عدن، أين كان ذاهب؟ هل كان ذاهب لينبي نداء رئيس حزبه أم كان ذاهب لينبي نداء رئيس الجمهورية في عدن عندما غادر الطرح؟ كان ينحاز إلى الجمهورية، ينحاز إلى الدولة، إلى رئيس الشرعية، وبالتالي هذا الرئيس مطالب الرئيس الجمهورية والحكومة مطالبة بأن تتبنى هذا الأمر وتفعله على نطاق أوسع. هناك جهود لكنها لا تكفي. واللجان التي تشتغل في هذا الامر يفترض ان يضبط اداءها في، لان الملف الحقوقي بشكل عام للقضيه اليمنيه يعني يحتاج الى مناقشه مع اهل الاختصاص والقانونيين والذين يعملون في هذا الحقل، حتى يعني نكتشف عام اين تقدموا واين تاخروا فيه. نعم، اذا السؤال الاخير استاذ عدنان، ما مدى الفراغ الذي تركه الأستاذ محمد قحطان في حزب الإصلاح على وجه الخصوص وفي يعني الحالة السياسية كما أسميتها بشكل عام؟ الأستاذ محمد قحطان استطاع أن يقود التجمع اليمني للإصلاح وهو رئيس الدائرة السياسية، وأدمجه بالحياة السياسية، واستطاع من خلال الإصلاح أن وأيضا من خلال الشركاء الآخرين وبالشراكة مع الآخرين أن يصنعوا تكتل كبير اسمه تكتل اللقاء المشترك، غير معادلة الصراع السياسي في البلد، انتزع ساحة المعارضة من سيطرة صالح بعد أن كان يسيطر عليها بالإضافة إلى ساحة السلطة. غياب الرجل الذي كان يملأ المشهد خاصة في الحوار الوطني مؤثر جدا، ليس على المستوى العملياتية بل أيضا على المستوى الطروحات الفكرية المتقدمة التي تتعلق بتمدين الحياة السياسية، بديمقراطية الدولة، بفرض سياق تتناسب مع مشكلات اليمن، بتوزيع السلطة والثروة. محمد قحطان من حتى وهو في اللحظات الأخيرة كان يقدم مقترحات لكيفية حماية العاصمة من كل أبناء اليمن حتى لا تنفرد بها منطقة دون أخرى. هذه على مستوى السلوك، على مستوى الأطروحات النظرية، محمد قحطان كان فريدا في هذا الجانب، وبلا شك ترك فراغا ملحوظا، ونسأل ونرجو أن نتجاوز هذه المرحلة بعودته وأيضا بتفعيل أطروحاته النظرية، لأنه في الحقيقة محمد قحطان مدرسة في العملية السياسية، وهنا كثير من المتأثرين فيه من داخل الإصلاح ومن خارجها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من الدمام. أستاذ جمال المليكي، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وعودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن دور المنظمات الدولية ويعني أهمية وصول الملف إليها والضغط في هذا الجانب، خاصة الدور الأممي. استمعنا للأستاذ عدنان العديني وقال بأنهم سعوا بكل الاتجاهات. نعم، باعتقادي أن أحد أهم النقاط التي يمكن أن تكون فاتحة لمرحلة جديدة هو الاهتمام بملف الأستاذ محمد قحطان كرمزية سياسية وكإشارة ورمزية لعودة الحال في صناعة أو في افتكاك المستقبل. وبالتالي أن أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن تبرج عن السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، لأنه لا يمكن أن يقتنع أو أن يثبت هذا المكون أو ذاك مصداقيته في حالة أنه مختطف السياسيين قبل المحاربين. وبالتالي باعتقادي أنه حتى تثبت المنظمات والمجتمع الدولي شيء من المصداقية، باعتقادي أن ملف محمد قحطان هو الملف الذي يمكن أن يبدأ به أي حوار أو أي حديث عن السلام وعن السياسة. نعم، إذا لو تحدثنا عن دور الشرعية، يعني قلنا نتحدث عنها نقطة الآن، دور الشرعية في هذه الأحداث، يعني نجد أن الشرعية تحدثت عن محمد قحطان في حوار الكويت وفي مفاوضات الكويت، وحاولت يعني أن تضغط بهذا الجانب أنه لا حوار إلا بعد الإفراج عن المختطفين محمد قحطان والصبيحي واللذان ذكر اسميهما في قرار مجلس الأمن. ولكن أستاذ جمال، يعني لا جدوى من الحديث، هل يعني تنازل الشرعية أو عدم حديثها وطرقها للموضوع مرة أخرى إلا في ذكر المفاوضات الآن، يعني تمر عامين لا نجد أي مبادرة أي تحرك في هذا الجانب، كيف تقيم دور الشرعية في هذه النقطة؟ أنا باعتقادي الاعتقال الأول له وهو في طريقه إلى عدن لحاقا بالرئيس هادي عندما خرج إلى عدن، وبالتالي كان على الشرعية أن تشكل على الأقل فريق متفرغ للأستاذ محمد قحطان ولملف الأستاذ محمد قحطان والمعتقلين السياسيين وبما فيهم الصباحي وغيره، لأنه عندما توصل الرسالة الشرعية لأنها تفي مع من كان وافيا معها، فهي توصل رسالة يعني ربما تساهم في تماسك صف الشرعية وفي كسب أناس جدد، لأنه عندما تكون أنت كشرعية وفيا وتتعامل بنبل مع من وقف في صف الشرعية، بالتالي هذا ينعكس على الحالة السياسية وينعكس على حالة النسيج الصلب أو كسب ربما سياسيين جدد في صف الشرعية. وبالتالي لا أعتقد أنه كان هناك تحركات كافية. لدينا كثير من يعني أقول حتى من موظفي الدولة ومن وكلاء الوزارات لا يعملون شيئاً وهم خارج البلد، لماذا لا يتم تشكيل على الأقل فريق عمل مصغر ولو من 3-4 أشخاص يقوم بعملية ضغط على كل الأصعدة، وبالتالي يتم إنجاز خطوات ولو بسيطة. على سبيل المثال أن يتم التعرف على بشكل يقيني على حالة الأستاذ محمد قحطان وغيره من المعتقلين السياسيين. نعم، لكن يعني ماذا عن كذب الميليشيا وادعائها بأنه يعني أسير حرب وليس مختطف سياسي، لم يعني أعتق من بيته بعد أن فرضت عليه إقامة جبرية حتى عاصفة الحزم، بعدها بأيام تم اختطافه من منزله والمراهن عليه كأسير حرب. هذه النقطة يعني لما لا يتم توضيحها للمجتمع الدولي ورفض الضغط بهذا الجانب وتفنيد هذه النقطة على الأقل؟ هو باعتقادي ليس هناك جهد لتوضيح هذه الفكرة والتذكير بها وإعادتها وتشكيل ما يشبه اللوبي بالضغط الأخلاقي على كل من بيده قدرة على الضغط على ميليشيات الحوثي. أما ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، باعتقادي أن ملف محمد قحطان هو أحد أهم الملفات التي يكشف همجية وعنجهية هؤلاء. يعني هم يقولون الموت لأمريكا في حالة الأسرى الأمريكيين أفرجوا عنهم وأفرجوا حتى عمن حاربهم من خارج الحدود اليمنية، ولم يفرجوا عمن كان معهم على كرسي المفاوضات، وهذا يكشف كشف حقيقي أن هؤلاء ليس لديهم أدنى قيم أخلاقية على الأقل كما قلت
انهم ليس لديهم الاستعداد لشيء من التنازل، وادنى تنازل اخلاقه هو ان يكشفوا عن حالته الصحيه او عن يعني عن الوضع الحقيقي بشكل يقيني داخل المعتقل. وبالتالي انا باعتقادي ان المراهنه على جماعه الحوثي انها ستفعل ذلك دون ضغط، لا اعتقد انها ستفعل، ولا المخلوع صالح بالضروره، ولكن كما قلت لابد ان يكون هناك ما يشبه لجنه مصغره يكون مهمتها هذا الملف، واحداث يعني خطوات حقيقيه على الارض في اتجاه على سبيل المثال كمرحله اولى الاطمئنان على الحاله الصحيه لمحمد قحطان وحالته داخل المعتقل، ومن ثم المطالبه بالافراج عنه. نعم، اذا استاذ جمال، يعني لو تحدثنا، يعني ما هي مصلحه الانقلابين في بقاء رجل ستيني حالته الصحيه حرجه؟ هل يعني يعتبرونه ورقه سياسيه؟ يعني على ماذا يضغطون بها بالضبط؟ نحن يعني لسنا مستغربين من جماعة الحوثي أنها تفكر بهذه الطريقة أو حتى المخلوع صالح. نعم. هم لن يعني لن يؤخروا أي يعني أي ورقة ستشعرهم بأنهم يوما ما سيستخدموها فيما يخدم مصلحتهم، أيا كانت أخلاقية هذه الورقة، أيا كان الجانب الأخلاقي فيها سيستخدموها، وبالتالي هذا هو الوضع الطبيعي لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، هذا هو وجههم الحقيقي الذي كشفت عنه الأحداث، وكشف عنه أيضا ملف محمد قحطان بشكل واضح. كما قلت مرارا حدثت حتى محاولات من قبل كثير من المكونات، على سبيل المثال جاءت النساء وجاء أهله إلى 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 الأماكن التي كان متوقع أن يتواجد فيها، لم يراعوا هؤلاء لا الأطفال ولا النساء، وليس لديهم أي استعداد. نعم، إذا اختطف من داخل. نعم أستاذ جمال، ينضم معنا عبر الهاتف السيد علي الهزازي، علي هزازي خبير بالقانون الدولي من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور والعافية لكم ولكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك أستاذ علي، يعني نود أن تحدثنا عن حالة الأستاذ محمد قحطان، يختطف رجل سياسة أعزل، يختطف من داخل بيته، ما هو التوصيف القانوني لهكذا حالة؟ في حالة الاختطاف السياسي محمد قحطان وغيره من السياسيين اليمنيين بما فيهم أيضا وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، بما فيهم ناصر منصور شقيق رئيس الجمهورية، بما فيهم أيضا فيصل رجب وغيرهم من السياسيين الذين إلى اللحظة لا يعلم مكان اختطافهم أو مكان احتجازهم لدى جماعة الحوثيين، يعتبر من ناحية القانون الدولي يعتبر إخفاء قسري، وهو جريمة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني صدر بذلك اتفاقية دولية لتجريم الإخفاء القسري التي صدرت في 20 كانون الأول ديسمبر 2006، وهي تجرم وبشدة عملية الإخفاء القسري، سواء كان الإخفاء القسري في ظروف استثنائية أو في غير ظروف استثنائية، بل أنها نصت في حال حتى الحرب أو الظروف الاستثنائية لا يجوز الإخفاء القسري. الأمر الذي يترتب على حالة مثل هذه يعتبر مشقة على الشخص، كونه لا تقدم له أي من الحقوق المكفولة للمعتقلين والمحتجزين في الوضع الطبيعي، وأيضا بما يمثل ذلك من أضرار كارثية على الأسر أو على الأشخاص القريبين من الضحايا، كونه لا يعلم مكان احتجازه، حالته الصحية، الأشياء الأخرى، الأمر الذي يجعل الضرر النفسي كبير جدا. وفي مثل هكذا حالة يعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني كما قلنا. ايضا القرار الدولي 2216 يشير في الماده الاولى من في اولى فقراته على اطلاق المعتقلين السياسيين، نص صراحه على اطلاق وزير الدفاع اللواء محمد صباحي وجميع المعتقلين السياسيين. صحيح. وهو الامر الذي يوصف مثل هكذا حاله بانه انتهاك للقانون الدولي الانساني ويعد اخفاء قسريا. نعم، لكن أستاذ، يعني إذا في ظل وجود هذا القانون، ما هي الخطوات العملية التي يعني لابد من اتخاذها للضغط محليا ودوليا في مثل هذه القضايا، خصوصا اختطاف القيادات السياسية قحطان الموذجا ومن ذكرتهم أيضا؟
بالإضافة إلى أنه أطلقت حملة إعلامية اليوم للضغط على جماعة الحوثي، نحن نعرف أنه تظل الحملات الإعلامية لا تؤتي كل مطالبها، لكن يجب أن نفكر بأدوات أوسع، بأدوات قانونية أكبر. الأمم المتحدة تمتلك أداة الضغط على جماعة الحوثي كونها أيضا كما أشرنا إلى عدد من المرجعيات، أشرنا إلى اتفاقية منع الإخفاء القسري، أشرنا أيضا إلى القرار الدولي صادر تحت الفصل السابع. هذه كلها تمثل مرجعيات، يجب على الأمم المتحدة أن تضغط وبشدة على جماعة الحوثي بإطلاق سراح المخفيين قسريا بجميعهم بما فيهم الأستاذ محمد قحطان وغيره من المخفيين قسريا، وبما فيهم أيضا المعتقلين والمحتجزين مخالفة للقانون. والأمر الثاني، يجب على أيضا الفصل بين المسار السياسي والمسار الإنساني. جهود الأمم المتحدة اليوم نجد خلط واضح بين المسار السياسي والمسار الإنساني، واتخاذ أيضا المسار السياسي المسار الإنساني أداة من أدوات التفاوض أو أداة من أدوات الضغط على العمل. يجب أن يتصدر العمل الحقوقي أو العمل الإنساني المرتبة الأولى، أيضا على الحكومة بحكم أنها موقعة على اتفاقية منع الإخفاء القسري أن تتقدم أيضا إلى اللجنة المعنية بالإخفاء القسري وتقديم إحاطة بما يخص هذا الموضوع، كونه آلية من الآليات التي يجب أيضا أن تقدم ملفات متكاملة بخصوص المخفيين قسريا وبياناتهم، وتقدم للمجتمع الدولي أيضا منظمات المجتمع الدولي أيضا أقرباء وأولياء الضحايا يجب أن يتواصلوا مع منظمات دولية ويقدموا أدلة وبيانات بما يعزز الضغط والمواقف باتجاه إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسريا والمحتجزين بما فيهم الصحفيين بما فيهم السياسيين بما فيهم الأبرياء أو المدنيين الأبرياء. نعم، إذا أستاذ علي، يعني تحدثني عن قوانين تعلمها جيدا الأمم المتحدة، صدر قرار من مجلس الأمن، ومع ذلك لم تستطع الضغط على جماعة الحوثي في مسألة هي أقرب لكونها إنسانية أكثر منها سياسية، وهناك خلط كما تفضلت بين الورقتين. السؤال، لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها بهذا الجانب الإنساني البعيد كليا عن الجانب السياسي؟ يمكن من خلال الإجابة ستكون ذات مغزى أو دلالة سياسية. يمكن الأمم المتحدة وهي تواصل جهودها يمكن تصطدم بعقبات أو تمنع كبير جدا من قبل جماعة الحوثي، لكن ذلك لا يعفيها من دورها الإنساني، دورها السياسي. الأمم المتحدة وجدت كمظلة إنسانية، وجدت من أجل الانتصاف للضحايا، وجدت كبارقة أمل للشعوب والضعفاء والمستضعفين، ويجب عليها أن تقوم بدورها في اتجاه حماية الأفراد من الانتهاكات وتحقيق معنى الإنساني أو الكرامة الإنسانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بموجب أيضا ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص يولى جميع البشر أحرارا متساوون، وقد يغيبوا الأقل والمجدان عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. يجب أن تضغط الأمم المتحدة، وهذا لا يعفيها، ونحن كحقوقيين أو غيرنا نحملها مسؤولية الضغط على جماعة الحوثي أو على غيرها من الجماعات إن وجد لديها انتهاكات أو إخفاء قسري أو من معتقلات أو المحتجزين. يجب أن تضغط بقوة بما يعزز حقوق الإنسان. ثم مسألة عملية التفاوض هي جزء من عملية السلام، لكن يظل الوضع الإنساني أو يظل الملف الإنساني يجب أن يفصل تماما عن جانب التفاوضات، ويضغط ويعتبر أي طرف يعرقل الجانب الإنساني ينشر في الأمم المتحدة في أدبياتها. يجب أن تتخذ تدابير احترازية، يجب أن تتخذ عقوبات أكثر ضغطا أكثر شدة، يمكن أن تحرك المياه الراكدة في الملف الإنساني الذي ما زال يراوح في مكانه على الرغم من مرور سنتين على احتجاز الأستاذ محمد قحطان أو غيره من المعتقلين السياسيين بما فيهم المعتقلين السياسيين أو المحتجزين الذين مر عليهم عامان أو أكثر أو أقل بحكم المدة التي قضوها في سجون الميليشيا سواء جماعة الحوثي أو صالح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني تحدث معنا الأستاذ علي هزازي عن
يعني أنه قانونا هذا يعد إخفاء قسري، أمر واضح خصوصا بوجود قرار مجلس الأمن. للأسف الشديد يعني الأمم المتحدة لم تضغط بما فيه الكفاية على جماعة الحوثي تخلط بين الأوراق السياسية والإنسانية، وهو ملف إنساني بالدرجة الأولى. هناك أيضا يعني كما تحدثت اتفاق أن هناك ضعف في أداء الحكومة في هذا الجانب، لم تشكل لجان للضغط دوليا والذهاب إلى اللجان المختصة بالإخفاء القسري وتقديم إحاطة في هذا الجانب. هناك خطوات عديدة يتم تجاهلها، لماذا أستاذ جمال؟ وهل يمكن من خلال هذه الحلقة بعد مرور عامين أن تتنبه الشرعية لدورها في هذه النقطة؟ كيف يمكن إيصال يعني هذا الهم الإنساني لمسامعهم للضغط على المجتمع الدولي؟ أنا باعتقادي هو يمكن الحديث عن هذا، عن هذه الخطوات من زاويتين، الزاوية الأولى هي الزاوية الإنسانية. يعني لماذا لا يتم الضغط؟ يعني احنا نلاحظ على سبيل المثال في المقابل ناشطي الذين ربما أقرب إلى جماعة الحوثي، ناشطين الحقوقيين الموجودين في أروقة الأمم المتحدة أو في الدول الغربية التي يستطيعوا من خلالها أن يوصلوا صوتهم، كيف أن يستثمروا حادثة واحدة مثلا من حادثة الانتهاكات التي أو الأخطاء التي مارسها التحالف يجعلوا بها. نعم استاذ جمال، الندوات وتقام المؤتمرات حول قضيه واحده وحول ملف واحد، لماذا لا تقوم الشرعيه بدور يعني المفروض ان تقول هي الاسبق لدور كهذا، لانها تمتلك عداله القضيه، وبالتالي هناك تقصير على مستوى التعريف وعلى مستوى الاستمراريه والديمومه. يعني لا يكفي ان نتحدث بمناسبه واحده او في مؤتمر الكويت ثم ننسي الملف ونتناسى الملف تماما الى ان تاتي ذكرى ثانيه وذكرى ثالثه ونعود لنعد الذكرى وراء الاخرى. وبالتالي باعتقادي ان يكون هناك جزء من العمل المنظم سواء، وهذا للاسف الشديد يغرب على تحركات الشرعيه في الملف غير الملف العسكري اللي هي الملفات الموازيه المفروض ان تكون للعمل العسكري. فملف محمد قحطان والمعتقلين السياسيين باعتقادي يستحق ان يكون ملفا مستقلا يفرغ له يعني لجنه تتابع على المستوى الاعلامي وعلى المستوى تشكيل ضغط ولوبي يعني في اروقه الامم المتحده والمجتمع الدولي، بحيث فعلا يصبح هناك ضغط حقيقي على جماعة الحوثي. كما قلت في البداية يعني أنا على سبيل المثال على المستوى الشخصي كيف يمكن أن أثق بدور الأمم المتحدة وهي عاجزة عن تكشف عن شخص أو مجموعة أشخاص معتقلين كانوا على رأس العمل السياسي وكانوا من أبرز وكان محمد قحطان من أبرز الشخصيات التي تساهم في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة، كيف لا ينتصر لهذا ثم يريدون أن نثق بما تقوم به الأمم المتحدة أو بالمفاوضات أو بالعمل السياسي؟ الرجل البسيط عندما يراقب هذا الوضع لا يمكن أن يثق، وكذلك حتى المكونات كيف ستثق إن لم يكن هناك بوادر لبناء الثقة؟ أهم هذه البوادر هو الانتصار لمن كانوا دعاة السياسة ولمن كانوا يعني مساعدين في 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 نجاح المفاوضات وفي إنقاذ ما يمكن إنقاذه في نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. شكرا للضيوف الذين كانوا أيضا معنا عبر الهاتف، نجل المختطف عبد الرحمن محمد قحطان والأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح، والأستاذ علي هزازي الخبير القانوني الدولي. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.